يقول السائل: ما حكم من فتح عيادة لرقية الناس بالرقية الشرعية وذلك بأخذ مبلغ من المال؟ الرقية الشرعية جائزة بلا شك، الرقية الشرعية جائزة لمن يحسنها ومن هو حسن العقيدة طيب العقيدة جائزة، وهي علاج، نوع من العلاج، بل هو أنفع العلاج، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذها حرفة، يفتح محل ويجعل أسعار للناس مثل الطبيب اللي يعالج بالأدوية، هذا شيء لم يفعله السلف، ما فعله السلف، وإنما إذا احتاج أخوك المسلم أو أنت احتجت فإنك ترقي نفسك أو ترقي أخاك المسلم، فإذا دفع لك شيء فلا مانع أنك تأخذه، أما أنك تشترط عليه وتجعل تسعيرات هذا أمر لا يجوز، نعم.